أنا أقول هذا الكلام وأنا أتردد كثير في الكلام في هذا الموضوع، لأن هناك كثير من الانتقادات التي كتبت والمقالات التي وجهت إلى هذه المجالس وإلى الخطباء بالدرجة الأولى، لأنهم هم المتكلمون، المستمع متلقي، مجرد متلقي. والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: من استمع إلى متكلم فقد عبد، فإن كان يتكلم عن الله فقد عبد الله، وإن كان يتكلم عن الشيطان فقد عبد الشيطان. يعني مثل ما هذا المتكلم يفيد بقدر إفادته ممكن يكون خطر. كثير من المقالات وجهت انتقادات إلى الخطبة، وهذه ظاهرة جيدة، ترى أنا مو متأزم منها، لا لا لا، هذه ظاهرة جيدة. يجب أن يراقب الخطيب، يجب أن يراقب الخطيب. تسيبات بعض الخطباء يجب أن نردها، احنا محتاجين إلى أحد يرعانا، محتاجين إلى مراقب. المنبر بدأ يعني ياخذ دور أو منحى مغاير اللي تسلمناه من عند آبائنا في بعض الأمور، طبعا مو في كل شيء، لا في بعض الأمور. يعني خل أضرب إليك بعض المقالات التي انتقدت الخطيب، انتقدته في المواضيع المبتذلة اللي ما تفيد المستمع. يعني هذه يعني أنت تدري، أنت تشعر بالأمانة اللي تسلمتها من الآباء لولا؟ تدري هذه المجالس أريقت من أجلها دماء وزهقت أرواح إلى أن وصلت على أي حال. فأنا أقول هذه مآتم وصلت إلينا بزهق الأرواح، وإحنا مسؤولين كأرباب مآتم عن الحفاظ عليها، مسؤولين كخطباء ومسؤولين كمستمعين. كل واحد منكم صغير كبير ذكر أنثى مسؤول عن هذه المآتم والحفاظ عليها. المقالات التي خرجت في انتقاد الخطباء خطوة صحيحة للتصحيح، لازم يراقب الخطباء. هناك بعض الخطباء يعني تمادوا، يعني يتحمس إلى درجة يقول لك لو ينزل الليلة، لو ينزل رب السماوات أبتشي. وش لك برب السماوات؟ وش لك برب السماوات؟ ومن قال لك رب السماوات ينزل ويصعد؟ احنا نعيب على المجسم، أنا يطلع لنا مجسم على المنبر؟ أنا يعني نحمل على حسن الظن أنه أخذته الحماس، وما بس الواحد الخطيب يحتاج أن يتريث. هناك انتقادات وجهت إلى الخطيب في المواضيع، وهذا صحيح، يعني خطيب يتكلم من أول المجلس إلى آخر عن الحور العين وعيون الحور العين، وليش سموها حور العين؟ هذه مظاهرة ثقافية مهمة لازم نستغلها في مواضيع اجتماعية، في أشياء تقومنا في المجتمع. يعني لو هذا تارك الحور العين ومتكلم عن نسواننا المساكين اللي تطبخ وتنفخ وتكنس وتربي وتراجع إلى الأولاد، وشلون تتعامل وياها وشلون تتعامل وياي، مو أحسن من الحور؟ شو أسوي في الحور العين؟ لا هم عايشين ويانا في الدنيا ولا؟ هذا جانب. جانب آخر، الأشياء اللي ما لها مصدر اللي يذكرها الخطيب. ترى اليوم احنا أمام عولمة، الواحد يقول الكلمة في ماتم صغير لكن يسمعها ملايين، وفي نفس الوقت هذه الكاميرات واقعا مسؤولية، حتى اللي يصور عليه مسؤولية، مو كل شيء ينشر. كاميرات عبارة تنقلها خطأ بسيط ينتشر، ما تشوف إلا على قنوات معادية للشيعة ويسخرون منا ويسخرون من خطبائنا. بعض المواضيع التي ليس لها مصدر، بعض القصص التي لا مصدر لها، بل بعضها المقطوع بأنها مكذوبة، على الخطيب أن يتجنبها. لا يجيبون لنا حكي يا خطباء، ارحمونا شوي. بعض الخطباء شوية يتأنون من ذكر الخرافات على منبر الحسين، من ذكر بعض الأحلام التي لا مصدر لها، على الأقل ما لها مصدر. وإلا امرأة عجوز وقالت لك أني حلمت كذا وكذا، خلي الحلمة عندك، لا تنقلها على المنبر واستر علينا.
ما يندر هي صادقة هي كاذبة هي أبغاث هي حلمة حقيقية. بعض القصص المخترعة مثل قصة والد حبيب عزم الرسول صلى الله عليه وآله وحبيب صغير وكان ينتظر الحسين وكل حين يصعد فوق السطح إلين طاح ومات وخش والده تحت السرير وجا الرسول. هذه قصة أنا أقسم بهذا المنبر أنا أعرف اللي اختلقها أعرفه أيام دراستنا في سوريا. واحد رجال الله يعفو عنه ويغفر له ويرحمه شاعر علشان يكتب قصيدة يألف قصة ويجيك خطيب يسمعها وينقلها ويجيك آخر ويقول سمعتها من أستاذ و و و و ويدورون المعلومة وهي أساسا خرافة. إحنا إذا ما نعدل نفسنا وما نقوم نفسنا وما ننتقد أنفسنا تصير عندنا ردة فعل في الشباب يطلعون لنا شباب متزندقة. كل ما يقول الخطيب شي يقولون هذا أبو شلاق هذا كذب. كل ما تقول من قبل الحسين يقول هذا كله كذب. تصير ردة فعل. المنبر يجب أن يصفى من الخرافة. الإمام قطب دائرة الكون اللي يقول لأخته زينب لا تشقي علي جيبة ولا تخمشي علي خد ويجيك شاعر يصور الحسين كأنه واحد يدور عن الحنان. انت امي انت بويا انت جدي وعائلتي هذا ما يليق بالإيمان. صح انت ممكن تتأثر وتبكي لكن هذا يهبط بذوقك ويهبط بذوق المنبر. على الخطيب ان يبقي قداسة المنبر على مكانتها كما اخذناها من الآباء.